وقد بلغنا إلى قول إلى كتاب الحج باب الفدية وجزاء الصيد، وهذا آخر الأبواب في هذا الباب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. قال: مسألة ومن حلق أربع شعرات. فضيلة الشيخ محمد موجود؟ سيدي السلام عليكم ورحمة الله. سيدي كيف أخبارك حبيبي؟ والله بخير حبيبي، الحمد لله عليك. سيدي أتم الله عليك النعمة، تفضل حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الفدية وجزاء الصيد. قال ابن خدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزاء. قال ابن خدامة رحمه الله: الكلام في هذه المسألة في ستة فصول. الفصل الأول: أن على المحرم فدية إذا حلق رأسه، ولا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. قال: متفق عليه. وفي لفظ: أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر. قال ماشي، نقف عند هنا. يعني هو الكلام على حلق، نعم، هذه مسألة الترفه. نعم أخلص الفصل كله، يعني الفصل الأول سطر بس، أعتذر. ماشي تفضل. قال: ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق أو النورة أو قصه أو غير ذلك، لا نعلم فيه خلاف. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك. باب الفدية في هذا الباب على جزاء المحظورات التي يقع بها الإنسان أو يقع فيها الإنسان وهو حالة كونه محرما، وهي من باب الترفه، وأصلها وأسها في ذلك على حلق الشعر بقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا أيضا الآية فيها إظهار الأمر على قيد. وش القيد يا نصير؟ قلت الآية جاءت في تأصيل هذا الباب في الترفه بحلق الشعر، لكن جاءت على التقييد. وش القيد؟ لا أعلم شيخنا. طب اقرأ الآية ستعلم. أين صاحب الصمت؟ يا الله يبارك فيكم. تفضل يا أستاذ صامت، المفروض هذا بابك أيضا تقرأ تفهم. قيد بالشرط. نعم سيدي، قيد الوصف، يعني فمن كان منكم مريضا او به اذى. يعني ايه برضه؟ ماذا افعل؟ كيف اسال؟ هو اوجب الفديه او الجماع على وجوب الفديه على من المترفه، يعني حلقة بغير عله. ما هو ممتاز. هو الان الأفضل تقول وتفهم بأنه جعلها بقيد وصف، في أنه قال فمن كان منكم مريضا أو على أو به أذى. هذا المعنى أنه يعني جعل الحكم في المعذور لا في غير المعذور. هل غير المعذور يلحق أم لا؟ هذه المسألة التي نبحث عنها بإذن الله تعالى، وإن كان طبعا الصحيح الراجح أنه يلحق به. أقول هذا الفصل نتكلم عنه مسألة حلق الشعر. قال: حلق أربع شعرات. وطبعا قال حلق رأسي، ولا ندري لما قال أربع شعرات، لأنه لعله يقول بأنه حلق الرأس كلية، يبقى إذا حلق يعني ما يطلق عليه اسم الشعر فيكون قد وقع في المحظور. وأقله ثلاثة ليس أربعة، لكنه قال حلق أربع شعرات في الصعيدا، كأنه قال بهذا العدد، وهذا في نظر لم نرى عليه دليلا. لكن الأصل أن ابن المنذر نقل الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق ومحرم بغير علة، والأصل في ذلك قوله تعالى:
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان مريضا او على او به اذى من فدية من راسه ففديته، والمعنى هنا التقدير المقتضي، فحلق ففدية من صيام او صدقه او نسك. وايضا كعب بن عجره رضي الله عنه وارضاه قال: لعلك اذاك هوامك ما كنت ارى الوجع قد يعني بلغ هذا المبلغ. قال احرق راسك، وهذا ترفه علاج ترفها. قال: احرق راسك او صم 3 ايام واطعم 6 مساكين. القاعده الكبرى في هذا الباب احنا قلنا اذا وردت في القران او في السنه او، فاعلم ان او هنا العطف باو، ان او هنا للتخيير، ان او هنا للتخيير. لذلك قال: احرق راسك وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين او انسك نسيكه. وفي لفظ: اطعم 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع. وهذا يعني لا فرق فيه بقص الشعر او بالحلق بالنوره او بغير ذلك، المهم انه اسقط شعرا فيلزمه الفديه، اسقط شعرا فيلزمه الفديه. والتقدير والتقليد هنا او التقييد هنا في الايه تقييد اغلبي. التقييد في الايه تقييد اغلبي، نعم. هو يعني الا يقال ان التقييد في الايه انه من كان له عذر فيحلق عليه الفديه من غير اثم، اما من حلق من غير عذر فانه ياثم وعليه الفديه. ما لا مشكله، الكلام عندنا في هذا الباب هل هو ياخذ هذا الحكم ام لا؟ يعني الفديه او لا؟ فاهمني؟ وهنا الفديه اصلا فيها كفاره، فلو قلنا عن الاثم ثم قلنا عن الفديه، الفديه جبر، فما فائدتها؟ فيقال ممكن يقال فائدتها هو الجبر من النقص في الاحرام، لانه الان ينقص من الاحرام. قال الفصل الثاني: انه لا فرق بين العامد والمخطئ ومن له عذر ومن لا عذر له في ظاهر المذهب. هنا بين هو الايه ان القيد اغلبي، والمساله هنا على ضمان المتلفات، كان المساله يغلب فيها الوضع على التكليف. تفضل. قال: وهو قول الشافعي رحمه الله ونحوه عن الثوري رحمه الله. وفيه وجه آخر أنه قال: لا فدية على الناس، وهو قول إسحاق وابن المنذر رحمهم الله لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. هنا بيتكلم على الفصل الثاني والفرق، لا فرق بين العامد والناسي، وهذه لا تتأتى كما قلت إلا من طريق الوضع على أساس ضمان المتلفات، على أساس أن ينظر في ضمان المتلفات. لذلك قال العامد والمخطئ والمعذور وغير المعذور كل ذلك فيه سواء، لأنه قد تخطى الإحرام، يعني فيها تجاوز وتخطي الإحرام. وهو الأصل في ذلك أنه الفدي عليهم. أما الثوري وأيضا إسحاق وهو قول من المنذر قالوا بأن الناس لا يدخل في الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمسألة فيها نظر صراحة، لأن الحديث موقف، لأنه لما يقول رضي الله عنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، فالناس في هذا الباب عند ربه معذور، فكيف نلزمه بكفارة وهو معذور عند ربه جل في علاه؟ يعني القول فيه نظر، إلا أن يقال كما قلت أن المسألة في يعني قياسا على الصيد. نعم. حضرتك سيدنا ذكرت لنا أحسن الله إليك يعني حديثا عن الرجل الذي كان يجهل أن وضع الطيب ولبس المخيط ينافي العمرة. حضرتك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالكفارة. نعم، هو أمره بغسل الطيب وأمره بلبس خلع المخيط ولم يأمره بالكفارة. هم يقولون الحلق مسألة الحلق بالإلحاق، وأجابوا عن ذلك قالوا على التأصيل الأولي، لكن هذا الحديث صراحة جزاك الله خيرا قوي في توجيه مسألة كلام الحنفية وكلام إسحاق وابن المنذر وكلام أيضا الظاهرية. فيكون الأصل أنه ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقالوا: ربنا إننا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قال: قد فعلت. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه إتلاف فاستوى عنده وخطأه كقتل الصيد. ما هو المسألة عندهم في هذا الباب هو قياس على القياس على قتل الصيد. قال: ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور، فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر، مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعرا عن شجته، وفي معنى الناس النائم الذي يقلع شعره أو يصوب شعره إلى تنور فيحرق لهب النار شعره ونحو ذلك. وهذا يعني كل هذه فروع على تأصيل، والتأصيل هو أنه قال لنا نتلف اتلاف، فهو جعل الامر على الوضع، وجعله قياسا على قتل الصيد. طب هذا القياس قاس مع الفرق، كيف قياس مع الفرق؟ يعني عمدة ما عندهم هنا القياس، والقياس هنا قياس مع الفرق. ان هذا مضمون وهذا غير مضمون، لا فرق فيه بين المحرم وغير المحرم، يعني بالنسبه لصيد الحرم. لا، هو نقول بالنسبه لحلق الشعر ترفه، والصيد ليس ترفه، فاختلف الخفة والثقل يختلف معهم الحكم، فهو قاس على الصيد، والقاس قاس مع الفارق. وأيضا عندنا النص حديث الجبة كما قال أخونا الفاضل، هذه الجبة بظاهر في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالكفارة، وأما أنه أوجب الفدية على من حلق رأسي لأذى فمن باب أولى على الذي يحلق رأسه على غير أذى، نحن معهم في هذا الباب، لكنه لا يجعل الناس داخلا في الباب، لأنه الذي تعمد غير الذي نسي، نسي ما عنده إرادة أصلا أن يتلف، ما عنده إرادة أصلا إلى أن يخالف المحظور، يعني يقع في المحظور. ألحق بالتأصيل الذي أصله هو، ألحق فروعا، فمن ذلك أنه قال المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه أو شعره عن شجته فأيضا عليه الكفارة، عليه الفدية. وهذا الدليل أنا أعتز به جدا. ليش؟ ما فائدته أحمد؟ ها ماشي تفضل. أنه في معنى الترفه سيدنا، في معنى الترفه ماشي، لكن فيها شيء ألمح لشيء آخر. يا أستاذ نصير، نصير أنت 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 تنام وأنت معنا ولا إيش بالضبط؟ لا سبحان والله بفكر والله. طيب ماشي فكر. هات الصامت. ومحمود مش معاكم؟ محمود ابو عبد الله اين هو؟ اما الاستاذ انت شايفي تعتز بكلام ابن قدامه؟ بعتز بما ان هو لما قال لا، بعتز بقولي على هذا الفرع الذي فرعه على التوصيل الذي اصله. قال: ومن ذلك المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه او شعرا عن شجته، وهو في معنى الناس النائم ايضا، يعني المحتجم اصلا مش قاصد الى الحلق، ومع ذلك مع الشعرات التي تنزل عليه الفدية. فانا بقول انا اعتز بذلك، سابين ازاي اعتز به. ها محمود؟ اعرف سيدنا استاذ احمد، انا اعتز به لانه يعدد لي ما 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 اتبناه، وانه ليس عليه شيء، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولازم احتجام النبي صلى الله عليه وسلم ان تقع منه شعرات، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك شيء. فمن قال بالكفاره لمن احتجب، وقال قل من يحتجم ولا تنزل عنه ينزل مع الدم شعر، قل الا ينزل معه شعر، ذلك نقول بان النبي لم يكفر، فعل ولم يكفر، وهم الزموه بالتكفير، فنقول كفى 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 بيانا وفضلا على ان الكلام ليس بصحيح، انه خالف ما 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 كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي معنى الناس النائم الذي يقلع شعره، يعني واحد نائم اصلا، لا، فالنائم والذي يعني قص شعره واخذ بيده من شعره يلزمونه بذلك على اساس كما قلت ضمان المتلفات، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. التليجرام ما فيهوش صوت؟ كيف يعني؟ كيف؟ صوت ممتاز يا سيدي. صوت الحمد لله، تفضل. صوت ممتاز يا شيخنا. الحمد لله، الحمد لله، صوت ممتاز، سمعتم؟ تفضل يا استاذي.
فالصحيح أن الناسي لا حكم عليه، الناسي لا إرادة له، إذا لا حكم عليه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. هو ذكر فرعا أو يصوب شعره إلى تنور فيحلق له بالنار شعره، ده في هذه مش معلش كفرة، ده معلش حد أصلا. والله التصور الفقهي الافتراضي أمر عجيب عجيب جدا. الله المستعان. نعم، والصحيح أن الناس لا شيء. قال الشخص الثالث أن الفدية هي أحد الثلاثة المذكورة في الآية والخبر. نعم. أيها شاء فعل. نعم. لأنه أمر بها بلفظ التخيير، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره والعامد والمخطئ، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخير، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخير. كلام عجيب. أولا هو بيقول الفدية هنا هو مخير فيها، وإحنا قلنا القاعدة العامة إذا وجدت العطف بأو فاعلم أنه على التخير، والواو الأصل فيها الاشتراك دون التخير والترتيب. ولكن أنا نقول بأن الحديث جاء بأو بأو التخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك وانسك نسيك، أو أطعم ست مساكين، أو صوم ثلاثة أيام. فالحاصل هنا يقول بأنه أمر الأمر أمر تخير، لا فرق في ذلك من المعذور وغير المعذور والعامد والمخطئ، كل ذلك سواء في مسألة التخير بين الثلاث. أما قول أحمد انفرد به، قال بأنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخير، وليس انفرادا عضده أيضا أبو حنيفة في هذا، وهذا مخالف للنص. وطبعا سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى الوجع يصل بك إلى ذلك يحق رأسك، ثم أمره بالكفارة. لكن الأمر أنه يقول لو كان غير عذر فعليه الدم لابد عليه من دليل، لأن ده إلزام. إلزام عندنا الحديث ظاهر، وأيضا الآية ظاهرة، والقيد في الآية قيد أغلبي، القيد في الآية قيد أغلبي. فيخرج المعذور من المنظومة، يقول المعذور الغير معذور أنه عليه دم دون التخير. حقيقة هذا إسقاط ما أصله الشرع، وأصل الشرع أمر تيسير وهو التخير. ومن شق من شق لابد أن يأتي بالدليل، ومن أفرد لابد أن يأتي بالدليل. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنسك نسيك أو أطعم ست مساكين. السلام عليكم، مش محمد؟ أين أنت؟ شيخنا الصوت واضح جدا يا شيخنا. طب خلاص يا مش محمد فين عشان يقرأ؟ نام ولا ايه؟ بقرأ. ماله؟ بقرأ سيدي بقرأ. ما وصلش ولا حرف وصل. نعم انا اسف سيدي، حاضر. يعني اقصد قاعد مرة ثانية، اكيد النت ضعيف. حاضر سيدي، حاضر انا اسف. رضي الله عنك. قال ابن خدامة رحمه الله ولنا ان الحكم ثبت في غير المعذور بطريقة تبعا له، والتبع لا يخالف أصله، ولأن كل كفارة ثبت التخير فيها إذا كان سببها مباحا ثبت كذلك إذا كان محظورا كجزاء الصيد. قال ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله أو لغير ذلك، وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخير. هنا بتكلم على مسألة ولنا في هذا الباب، ولنا أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه، لأنه لما جعل في المعذور التخير ثبت في غير المعذور طريق التنبيه. فين بقى فين طريق التنبيه كنا نصير؟ طيب أحد بس يجيب عشان ننهي. من باب قياس الأمر سيدنا. كيف؟ أن إن كان معذورا فكانت عليه كفارة، فمن باب أولى إن كان عامدا. ما الوجهة؟ ما هو قال ده، هو قال أصلا في هذا الباب قال إذا حلق الغير عذر فقط، لكن عذر فعليه الدم، غير عذر عليه الدم، بغير عذر لا. وطبعا ابن قدام بيرد على القول، وهو بيقول بطريق أن الحكم ثبت في غير معذور بطريق التنبيه. كيف؟ قال إن كان معذورا وهو عند الله معذور يلزمه الكفارة، فلأن يلزمه الكفارة بالتعدي من باب أولى
كما نبه ذلك الشيخ. وقلت عمدة الدليل على من يقول بهذه المسألة أنه يلحق بالصيد، وده مش وقت المقدمة إذن. فقال ولأن كل كفارة ثبت، قال ولأن كل كفارة ثبت التخير فيها، إذا كان سببها مباحا ثبت كذلك، إذا كان محظور كذلك ثبت، إذا كان محظورا كجزاء الصيد، يعني التعميم كما قلنا وعدم التخصيص. وابن قدامة يرد على التخصيص بمن فعل ذلك عامد لا عذر له، فقال الاثنان سواء، وأتى بالأدلة على ذلك بأنه أولا عموم النص، والأمر الثاني أنه الذي تعمد من باب أولى لابد أن يكفر، والذي يحتاج إلى التكفير. ثم قال والمسألة على جزاء الصيد في مسألة التعميم. نعم، والتعميم هنا تعميم نزل تحته المعذور وغير المعذور، فيلزم من ذلك كان مقدام يقول، فيلزم من ذلك أن 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 مسألة التخير على الجميع، ولا يقال على أن ملحق غير عذر عليه دم فقط، لا دلالة على ذلك، والأصل بقاء العموم على عمومه، إلا أن تأتي قرينة أو يأتي دليل على تخصيصه. نعم. أفهم. أتفضل. شيخنا ذكر في الأخير وإنما الشرط، يعني الشرط في الآية لجواز الحلق، يعني لجواز الحلق. لا للتخير. التخير في الكفارة. أنا قال من كان به أذى من رأسي أو من كان مريضا أو كان به أذى من رأسي ففدية صيام أو صدقتين أو نصف. نعم. المقصود فيها هو جواز الحلق لا الكلام على التخير. قدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا. وفي رواية أخرى يجب في الثلاث ما في حلق الرأس. نعم. قال القدر رحمه الله وهو الله كمان. وقول الحسن معطاء وابن عمر وصفعي وابي ثور رحمه الله، لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب الدم بدون ربع الرأس، لأن الربع يقوم مقام الكل، ولهذا إذا رأى رجلا يقول رأيت فلانا وإنما رأى إحدى جهاته. وقال مالك رحمه الله إذا حلق من رأسه ما طبيه الأذى وجب الدم. كلام الخرقي رحمه الله أن الأربع كثير فوجب به الدم كالربع فصاعدا، أما الثلاثة لآخر القلة وآخر الشيء منه أشبه الشعرة والشعرتين. والاستدلال بأن الربع يقع عليه اسم الكل غير صحيح، إن ذلك لا يتقيد بالربع، وإنما هو مجاز يتناول الكثير والقليل. سبحان الله، المسألة برمتها ما فيها أي دليل على ما قاله، المسألة برمتها ما فيها أي دليل غير أن النظر يقول بأن الله جعل قوله تحلقوا رؤوسكم، وهذه إضافة إلى الرأس، كلية الرأس يعني، فهو التعميم أولى من ذلك، والتحديد لا دليل عليه، لكن كأنهم يقولون من باب اللغة أنه لا يسمى الشعر، يسمى عند وجود الأغلب، يعني لو ثلاثة أو أربع يقولون هذا جمع، ولكن الحنابلة قالوا بأن الثلاثة لا ترتقي لذلك لأنها آخر القلة، وإذا كان آخر شيء فهو منه، يعني هذا قليل، فقالوا الأربع يبدأ بالأربع، والتحديد بالربع أيضا يعني ليس عليه دليل، بل كل المسألة بأسرها برمتها لا دليل عليها، ولو كان عليها دليل بما قالوا في هذا الباب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالتكفير في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما، احتجم هو الإحرام، طبعا الحجامة على الإحرام يعني لابد يكون فيها شيء من الضعف، والحجامة أيضا فيها شيء من قص الشعر، المكان اللي هيحجمه فيه لابد تساقط الشعر فيه، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو أمر بالكفارة عنه. فالصحيح أن نقول لا تحديد ما يقع عليه اسم الحلق يستلزم الفدية، ما يقع عليه اسم الحلق يستلزم الفدية دون تحديد، والتحديد هذا حتى يملأ الصدور في هذا الباب، يقول إن لم يكن أربع ثلاث شعرات ليس عليه الفدية، والآخر يقول لا هذا أول الكثرة عليه فدية، المهم الاختلاف في وجهات النظر دون أثر، والأثر عندنا أن النبي احتجم ولم يعطي وأعطى الحجامة أجرة، والحجامة لابد يتساقط مع بعض الشعر، ولم يعبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيها دلالة على التفريق بين
بين المعذور وغير المعذور. نعم. هذا أقول فيها دلالة أولا على عدم التفريق، والأمر الثاني على أن يعني ما يقال في الشعر والشعرتين والثلاث والأربع بأن هذا حلق، لابد أن يحلق كلية حتى نقول عليه الفدية، أو يحلق أغلب الرأس حتى نقول عليه الفدية. نعم. قال الفصل الخامس: أن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية، لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه الرأس، فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة وإن كثر، وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد. هذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله واختيار أبي الخطاب رحمه الله ومذهب أكثر الفقهاء رحمه الله. رجعنا إلى فرع على أصل، رجعنا إلى فرع على أصل، والفرع هنا وهو مسألة التحديد، وأنه قال شعر الجسد ينزل منزلة شعر الرأس، فإذا كانت يعني أخذ شعرتين من الرأس وأخذ شعرتين من اللحية مثلا في غيرها أصبح بذلك قد تعدى عليه الفدية، وهذا كما قلت لم ينزل الله منه، لم ينزل الله به من سلطان. صحيح المسألة متوقفة على فدية، الفدية متوقفة على حلق الرأس. إذا قلنا هذا حلق رأسه إذا على الفدية، ما قلنا بذلك نقف عند السنة التي أوقفتنا عندها. نعم سيدي، ولا فرق بين يعني شعر الجسد وشعر الرأس، ولا هناك فرق؟ لا، قالوا ما لا فرق، قالوا أي شعر في الجسد كله يأخذ نفس الحكم. يعني أقصد شفنا مثلا رجل حلق إبطيه مثلا أو العنق أو نحو ذلك عليه فدية؟ نعم. جزاكم الله خير، أحسن الله دي. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن فيها روايتين، إحداهما كما ذكرنا، والثانية أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا فيهما دمان، هو الذي ذكره القاضي وابن عقيل رحمهما الله، لأن الرأس يخالف البدن لحصول التحلل بحلقه دون البدن. هذا كلام من؟ الخرقي؟ أو أبو الخطاب؟ لا، ده ها؟ رواية أخرى. الرواية الأخرى في المذهب. أيوه، اللي ذكرها أبو الخطاب. نعم. صحيح. أربعة من البدن، هنا عليه دم وهنا عليه دم. هو قال أيضا في يعني إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم به بكل واحد منهما منفردا ففيهما دمان، يعني لو كان أخذ من شعر رأسه فعليه دم، أخذ من شعر بدني أيضا فعليه دم، إذا انفرد يكون عليه دم. الاجتماع هنا الذي أشكل، وهو الذي ذكر القاضي ابن عقيل أن الرأس يخالف البدن لحصول التحلل به دون البدن. هذه الرواية الثانية صحيح؟ وابن قدامة رد على ذلك، وأنا أصلا حقيقة الأمر لا فرق بين شعر الجسد وشعر الرأس، والكل واحد ويطلق عليه اسم الشعر، وأيضا فيه اشتراك الترفه، فلذلك هو الحق أن يقول يعني الشعر كله، نعم، يعني الشعر كله جنس واحد، سواء البدن أو الرأس كله جنس واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا الشعر كله جنس واحد في البدن، فأنت تعدد الفجر فيه باختلاف مواضع كسائر البدن واللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس، فإنه يجب كشف الرأس دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد. يعني هو بين أن شعر البدن كله واحد جنس واحد، لم تعد فيه الفدية باختلاف مواضعه، يعني في الجسد أو في الشعر أو في اللحية، شعر الرأس أو في اللحية، كل الفدية كلها واحدة في هذا، وهذا الأعقل وهذا الأصح يعني، وهذا الأسد. نعم. نقف عند السادس بعد إذنكم، ونكون أخذنا وترا، نقف عندها. فالخلاصة هنا: حلق رأسي يستلزم الفدية، حلق رأسي يستلزم الفدية سواء كان عمدا أو كان ناسيا أو كان معذورا أو غير معذور. نقول مثلا المعذور أو غير معذور جاء النص به، فكان منكم مريضا أو به أذى من رأسي، هذا إن كان يعني إن كان معذورا، ومن باب أولى أنه يحاسب غير المعذور ويكون عليه الفدية.
المعيار والمقدار الذي يستلزم الفدية في حلق الرأس بين 4 و3 و2، وهذا كله لا سلطان فيه، ما في أي دليل على ذلك. كيف الحال؟ كيف الحاق شعر البدن بالرأس؟ بغض الله تحق رؤوسكم وجزاك رأسا، الله أكبر، إشكال قوي هذا. كيف نجيب عليه محمد؟ صلى الله عليه سيدنا حضرتك، قرأت أنا يعني نص الكلام قرأته ونص الكلام تاني حضرتك قرأته بعينك. وهو طب أتمه وبعدين هات أن في استدراك قوي، يعني أشكل علينا. قال كيف ألحق شعر البدن بالرأس والله يقول ولا تحرقوا رؤوسكم والجسد ليس رأسا. قوة نظر هذا، من هذا؟ ما اسمه؟ طيب هات ما عندك أولا ونشوف الأخ الذي استدرك علينا هذا ماذا فعل. تفضل. الكل ترفه لأنه يحصل به التنظف والترفه، وهو هذا الحق الذي سنبينه للجيد إجابة بعد ذلك نقولها. هات الذي لم نقرأه ولنا أن الشعر. قال رحمه الله ولنا، بسم الله، هذا الذي أردته أنت صح؟ ولنا أن الشعر كله جنس واحد في البدن، فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف موضعه كسائر البدن وكاللباس، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس، فإنه يجب كشف الرأس دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد. يقول دعوى الاختلاف إيش تبطل؟ وقال ودعوى الاختلاف تبطل باللباس. يعني هو لو غطى رأسه ولبس سروالا عليه فدية وحبه. هو احنا بنتكلم في هذا، فإنه يجب كشف الرأس دون غيره، والجزاء في اللبس فيهما واحد. أصالة تغطية البدن لا تخص الحكم، تغطية البدن لا تخص الحكم، أراد أن يفرق بين ذلك. يعني أقصد لبس مخيطا يعني سروالا وغطى رأسه عليه، ممتاز، فعليه الفدية في ذلك. فقال عدم الافتراق يدل على الاتحاد في مسألة الشعر. طيب الإشكال الذي أتانا من الأخ الفاضل إشكال جيد في نظر، كيف الإجابة عليه؟ هو بيقول الآية خصصت الرأس والجسد ليس رأسا. قلنا ألحق الجسد بالرأس ليش؟ لجامع. وش الجامع الذي ألحق الثاني بالأول؟ ما الجامع؟ الترفه. نعم، الترفه. بجامع الترفه ألحق الجسد بالرأس، وإن كان التنصيص على الرأس. طب هنا لابد الإجابة، لما يا أستاذ طالما الحق موجود ومادة الحق موجودة، لما التنصيص على الرأس يا أحمد؟ سيدي هذا لا مفهوم له لهذا قيد الأغلبية. لا حول، هتموتني أنت، هتموتني مصير أنت يعني بتأتي معك دون روية. ها يصير. نعم، هو التنبيه على الرأس. نعم، التنبيه على الرأس لأنه الغالب ولأنه الأصل. أي نعم، ولذلك شوف الأخ الذي استخرج استعتب علينا واستدرك أتى أيضا بشكل غريب. من أنت بيظهر في الليل معنا في المغني؟ قال لنا الغالب في الشعر، وهذا كلام صحيح. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. طيب دكتور مدحت تفضل. ممكن يا سيدنا نضيف ان سبب نزول الايه مواقع لكعب بن عجرة. لكعب بن عجرة وكان في الرأس. نعم، لكن هل نقول ان سبب النزول هنا يجعله يعني حصرا وقصرا، ونقول عبر عموم الله لا بعموم اللفظ لا بل بخصوص السبب؟ لا نقول ذلك. بس خلاص احنا قلنا مسألة الشعر، قلنا لما ذكر الرأس عن غيره؟ لأنه الأغلب، وهذا لا يمنع الإلحاق بجامع الترفه. نعم، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم. أقول جامع آخر. تفضل. أحسن الله عليكم. ولأنه سيدنا حلق الشعر فلا يفترق بين رأسه وبدنه. ماشي خلاص، ما زدنا شيئا، هو رضي الله عنك، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.